وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار، ونبارك لكم الفوز بهذه الجائزة. ولو تحدثينا أكثر حول انضمام الهيئة لنظام تواصل، وأيضا ما يعنيه الفوز بجائزة التميز مع العملاء للمرة الأولى. أهلا فيكم وأمسي عليكم وعلى جميع مشاهدينا الكرام بالخير. بداية أثمن تفضل صاحب سمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتكريم هيئة التخطيط والتطوير العمراني ضمن الجهات الحكومية الفائزة بجائزة التميز في التواصل مع العملاء للعام 2021 ضمن النظام الوطني للمقترحات والشكاوي تواصل، والذي يهدف إلى تعزيز مؤشرات وجودة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمة الحكومية. وبالنسبة لهيئة التخطيط والتطوير العمراني فقد تم الانضمام لنظام تواصل منذ مايو 2020 تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بأهمية تفعيل المشاركة الإلكترونية وتحقيق سياسة الباب المفتوح من خلال تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين المواطنين والجهات الحكومية. نعم أستاذة نوف، لو تحدثينا أكثر عن الخطط المستقبلية لتنفيذ رؤية الحكومة في هذا الإطار. بلا شك، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله، فإن الهيئة ستحرص على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، ومقولة سموه بأن عشقنا للتحدي وحبنا للإنجاز يدفعنا نقدم أكثر، ونسعي من خلال تكاتف الجهود الحكومية لجعل القطاع الخدمي قادر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة بسرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، لكسب رضا المواطنين والمقيمين بخدمات الهيئة، وبما يساهم في دعم مسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين. وأخيرا أنوه إلى أن جميع قنوات التواصل مع الهيئة مفتوحة، سواء عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو حتى التواصل الكتابي عبر الواتساب والاتصال المرئي، وهي قنوات متاحة للجميع لتقديم الاستفسارات والملاحظات والمقترحات. وأكد أن الهيئة حريصة على مضاعفة الجهود من أجل رفع مستوى رضا العملاء عن الإجراءات والخدمات التي توفرها الهيئة لهم وقنوات تقديمها. وشكرا لكم على الاستضافة. نعم سعادة السيدة نوف عبد الرحمن جبشير، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، شكرا جزيلا لك.